نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لمداخله هاتفيه مهمه قوي مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا لكل الاخبار اللي بتتعلق سواء بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. يا مراد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، وببارك لك على الجائزه الله يبارك فيك اكتر من كده، وان شاء الله المستقبل لكل الشباب الموجودين. الله يبارك فيك يا مراد، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اتكلم معاك، نبتدي الاول بالمنتخب الكبير وكابتن حسام البدري واستعداداته لمباراه الغد امام كينيا. اخر الاخبار ايه وكل الجديد اللي يخص المنتخب الاول ايه؟ يعني انت اتكلمت في معظم الحاجات المهمه امير، يعني خلاص محمد صلاح غادر المعسكر يعني من قليل، يعني خلاص خضع لكشف طبي امبارح منذ قدومه امبارح للمعسكر، وطبعا انت قلت عنده اصابه في اوتار الكاحل واحتاج للراحه، لكن خلاص تم استبعاده بصفه رسميه، وكان تواجد بس بصوره وديه ان هو يعني يروح يبارك الكيان الفني كابتن بدري والجهاز المعاون وعرض عليهم الاصابه، وكابتن حسام طبعا يعني ما مانعش طبعا او ما حدش مانع ان اللاعب يواجه المعسكر عشان يرجع انجلترا يتعالج. هيرجع مباشره لليفربول؟ ها؟ لا، المعلومه اللي عندي لسه يعني هيقعد حوالي يوم 24 او 48 ساعه هنا في القاهره ويسافر بعدها لانجلترا يكمل العلاج هناك، لان خلاص التوقف الدولي هينتهي يوم 18، فغالبا هو يقعد حوالي يوم او 48 ساعه وبيغادر بعدها امير لانجلترا يكمل علاجه هناك. خلاص زي ما انت قلت 24 لعيب موجود في المعسكر. خلاص يعني خلاص الحقيقه المنتخب بيمر بازمات صعبه بسبب الاصابات، والنادي الاهلي تحديدا امير يعني حمدي فتحي للاسف يعني كان احد نجوم النجوم الكبيره اللي اعتمدنا عليها الكابتن حسام بدري، كان ممكن يبقى مفاجاه في التشكيل ويلعب اساسي. ان هو اللاعب بيقدم مستوى رائع الفتره الاخيره، وهو اللي احرز الهدفين للمنتخب في الماتشين ودينا بوتسوانا وليبيريا، فكان هناك اتجاه قوي جدا ان هو يبقى احد الاعمده الاساسيه في ماتش كينيا وماتش جزر القمر، لكن خلاص الاصابه للاسف بعدته عن الماتش وتم استبعاده من المعسكر في علاجه مع النادي الاهلي وهيسافر المانيا. خلاص باقي اللعيبه خلاص 24 موجودين في المعسكر، لكن بقول لك يعني غالبا هيعمل التشكيل هو المتعارف عليه، مش هيبقى في تغييرات غير التغييرات. هو السؤال يا محمد على بديل محمد صلاح هيكون مين، وهل حسين الشحات جاهز خلاص بشكل كامل للمباراه ولا لا؟ لغايه دلوقتي حسين يعني بنسبه كبيره مش هيشارك يعني ماتش كينيا. الجهاز الفني لغايه دلوقتي بيفضل ان هو يريحوا على ماتش بكره ويجهزوا ماتش جزر القمر. كان في بعض الناس بتطالب ان حسين يلعب بكره ماتش، ان هو يعني عنده قدره، لكن الجهاز الفني او الطبي يفضل ان هو يريحه، والمعسكر بتاع دلوقتي هو اللي هيبين قرار النهائي يا امير، لكن بنسبه كبيره مش هيشارك. يعني الاقرب لغايه دلوقتي احمد زيزو لاعب الزمالك هو اللي هيقود الجبهه اليمنى مكان محمد صلاح. كان في اتجاه برضه ان كهربا يلعب في الناحيه اليمين. كهربا طبعا لعيب كبير وعنده امكانيات وامكانيات دوليه وخبره دوليه، يلعب الناحيه دي ناحيه اليمين او تريزيجيه شمال او العكس، لكن كل ده هيبان النهارده في التدريب. باقي المراكز يعني معظمها مستقرين عليها، يعني كابتن محمد الشناوي في حارس المرمى، ايمن اشرف ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد فتحي في الدفاع، النني وطارق حامد في الوسط، تريزيجيه شمال او جناح يمين، يعني كل ده هيبان في على حسب على حسب كهرباء او حسب زيزو، يعني لو كهرباء يبقى تريزيجيه يمين وكهرباء شمال، او لو زيزو يبقى زيزو يمين وتريزيجيه جناح شمال جناح ايسر، وفي النص يعني غالبا لغايه دلوقتي هو محمد مجدي قفشه هو الاقرب لغايه دلوقتي ان هو يقود يعني مركز 10 مكان عبد الله سعيد. وفي الهجوم برضه قدام من الازمات اللي بتواجه حسام بدري، يعني حسام حسن او احمد جمعه، يعني دول الاقرب لغايه دلوقتي. وفي يعني لو كان محمد صلاح موجود كان ابقى يلعب في مركز المهاجم. بالظبط. الاصابات بت 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 يعني بتمثل ازمه للكابتن حسام البدري، وده هو اللي واتكلم عن بعض الحاجات دي في المؤتمر النهارده. ويعني هو وضح لك ان الفتره الجايه هيبقى في وفره من اللاعبين بعد انضمام المنتخب الاولمبي في المعسكر القادم شهر 3. يعني لكن هو خلاص قال لك انا امر واقع دلوقتي 24 لاعب. صح، لازم يتعامل مع الامر ده. لازم يتعامل مع الامر الواقع، وال 24 لاعب هم نفسهم هيسافروا برضه في ماتش جزر القمر. طيب
وان شاء الله نتمنى ما يبقاش في اصابات في ماتش بكره يا رب يا رب ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي ومباراه بكره، هي تحصيل حاصل لكن غايه في الاهميه ان انت لازم تكسب او تتصدر المجموعه حتى لو تعادلت هذه المباراه عشان تفضل تكمل مشوارك في استاد القاهره، عشان انت بتبقى طالب حضور جماهيري كبير والجمهور بيجي مع توالي المباريات يعني. فبالتالي عايز اطمن على استعدادات المنتخب الاولمبي وبالتحديد الجانب التكتيكي والخططي يا مراد، وانت قريب جدا من كابتن شوقي غريب، هل هيبقى في تعديل في الشكل بتاع المنتخب بعد الاداء اللي بالتحديد كمان كان في مباراه مالي وتطور نسبيا في المباراه بتاعت غانا؟ يعني هو ماتش كامل من بكره ماتش مهم يا امير، يعني أكيد. مش عايزين برضو مش عايزين اللعيبه تدخل انها داخله خلاص طبعا، لكن انت عندك كذا هدف بكره، ان انت لازم تصدر مجموعة عشان تلعب ماتش الدور قبل نهائي استاد القاهرة. في حالة لا قدر الله انت تعرضت الهزيمة والكاميرون بقت اول مجموعة، انت ماتشاتك هتتنقل للسلام، ده طبعا مش هيقول ان هيمثل لك ازمة، لا يعني استاد القاهرة قوة وقوة كبيرة جدا وكبير بالتواجد، يعني الحمد لله بتزايد من مباراة لمباراة، ماتش حوالي 25,000، الماتش اللي بعديه ماتش غانا كان حوالي من 30 ل 50,000 مشجع موجودين، والحقيقة كانوا بيشجعوا بحماس، فكرونا بأيام 2006 و2000 والماتشات بتاع الاهلي والزمالك الكبيره اللي بقى فيها جماهير بعدد كبيره طبعا، والجماهير بتعرف تشجع امير، يعني احنا للاسف بنواجه ازمه الفتره الاخيره في الجماهير، ان هم يعني مثلا المنتخب الاول تحديدا في بطوله افريقيا كنت تيجي قبل يعني ساعه الماتش نص ساعه تلاقي الجماهير بتشجع، بعدها بالجماهير بتخلص الطاقه بتاعتها، لكن الحقيقه شفنا في ماتش غانا الجماهير بتشجع طول الوقت، والحقيقه اللعيبه ساعدتهم ان هم شجعوهم لغايه دلوقتي، يعني التشكيل اللي انا والكابتن شوقي بيفضل ان هو يريح بعض اللعيبه اللي بذلوا مجهود كبير جدا في الماتش. كويس، ده شيء مهم قوي. طبعا يعني مش داخل مش هيغير في كل المراكز يا امير، اكيد برضه في الماتش مهم زي ما قلت لك، لازم برضه يحقق الفوز، وعايز ان هو يبقى داخل بتاع نقط، يبقى رساله للفرق المنتخبات بتاع المجموعه الثانيه اللي هيقابلها، منتخب مصر يعني كسب غانا وكسب كاميرون وكسب مالي، فدي تبقى الشكل الخططي يا مراد هيبقى هو اللي هيبقى فيه تعديل؟ لا يعني الحراسة المرمى زي ما محمد صبحي، احمد ابو الفتوح هيلعب، لكن كان في منافسه ان محمد، كان الكابتن شو عايز يجرب محمد صادق يجهزه حتى للماتشات اللي جايه، محمد صادق لسه راجع من لعب كويس، كان طبعا يعني ولكن واثنين المساكين زي ما هم مستمرين ماكينهم اسامه جلال تمام ومحمد عبد السلام، يعني طريقه اللعب هتبقى هي ومراد، مفيش تغيير فيها. أربعة اثنين ثلاثة واحد. لا بس هو كان بيلعب بطريقه مختلفه شويه على الماتشين، في الماتشين الاولين بتتغير، لا يعني على حسب الماتش، أربعة اثنين ثلاثة واحد أو أربعة أو أربعة اثنين، ولما بقى مغلوبين أو حاجة بيلعب باثنين مهاجمين بقى، سواء رمضان وجنبه مصطفى محمد صلاح سليمان، بيبقى التناوب كده ما بينهم في ساعة الماتش، لكن تمام. التشكيل يعني اكرم توفيق في الدفاع ومعاه بيكهام، رمضان صبحي غالبا هيبتدي الماتش بكره، التغييرات بقى تبقى يعني نفس التشكيل تقريبا. طيب مراد انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز او الناقد الرياضي الكبير محمد مراد، واللي علينا كل الاخبار تتعلق بالمنتخب الاول المنتخب الاولمبي.